النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مود جديد له علاقه بالزومبي. لو انت عايز تفتح عايز تلفل الاسلحه وفي نفس الوقت تفتح جولد واوبل وكمان النيبولا والافتر لايف، تابع الفيديو ده عشان تعرف كل حاجه. طب يا شباب، قبل ما نبدا فيديو النهارده، السبونسر فيديو النهارده ان شاء الله هو لاجو فاست. لاجو فاست يا شباب ده في بي ان، تقدر ان انت تخش على اقرب سيرفر موجود ليك علشان خاطر تستفيد باقصى واحسن كونكشن انت تقدر تلعب عليه. لاجو فاست يا شباب هو سوفت وير متوفر لالعاب كتيره جدا، وطبعا احنا دلوقتي على بلاك اوب 6، هي دي اللعبه الجديده اللي موجوده حاليا. حضرتك تقدر انك بتفتح الايقونه بتاعت بلاك اوب 6 وبتشوف اقرب حاجه ليك وبتعمل سمارت بوست، واللعبه او من مجرد ما بتشتغل كده خلاص بيعمل بوستنج، بتبتدي حضرتك ان انت ايه بتخش على اقرب سيرفر ليك. وفي حاجه كمان هنا اسمها اف بي اس بوست، دي لما بتشغلها بيقلل من الانبوت لاج في الكيبورد والماوس والقطع اللي عندك في الجهاز. تمام يا شباب، دي الاسعار بتاعت لاجو فاست، حضرتك تقدر تستفيد منها، ودي موجوده شغاله على الكونسول وشغاله على البي سي. الكونسول فيه قطعه لازم تشتريها عشان خاطر تقدر تستفيد من الموضوع ده. كود الخصم بتاعي ان شاء الله سي اكس سي 30، هتاخد 30% خصم، تعمل ريديم هتاخد 30% خصم. يلا بينا نرجع الفيديو. طب يا شباب كده رجعنا. بص يا رجاله، دلوقتي علشان موضوع الدبل اكس بي عشان تفتح توكن وتعمل الحاجه دي، احنا خلاص كل حاجه بقت في مكان واحد. حضرتك هتقوم داخل على وورزون، تمام، خش على اي مود ايا كان، تقوم دايس على 3 تحت هنا، دي التوكنز اللي بتبقى عندك من ايام وورزون، لان ما بقتش شغاله فين في بلاك اوبس التوكنز بتاعتها لوحدها. حضرتك شغلت هنا خلاص، تقوم عامل باك وتخش على بلاك اوبس عادي جدا، وهنقوم داخلين على الزومبيز. بص بقى يا رجاله، حضرتك بتعمل سيلكت ميشن، هنخش المود ده اسمه دايركتد، المود ده لسه متضاف، ده معمول للبيجنرز بس احنا هنابيوز شويه، لان هو الماكسيمم راوند بتاعته 15، تمام؟ هو بيفضل واقف على كده ما بيكملش. طبعا هنخش سولو علشان نقدر ان احنا نسيف ونخرج ونخش تاني بعدين. هناخد ليبرتي فول ان شاء الله. حط السلاح بتاعك وحط الفيلد ابجريد والحاجات اللي انت هتخش بيها، ونعمل ان شاء الله ايه ايديت اوجمنتس. نشوف بس كده ايه اللي خلصناه ولا حاجه، لسه الهوت فوت خلاص داخلين عليها. ماشي، خش بقى ايه ستارت ميشن على طول. هنا في حاجه اسمها رامبج، ده المود ده انت لما بتشغله الدنيا عندك بتبقى اسرع شويه، الزومبي بيبقى اجريسيف، بيبقى قوي جدا وسريع. طبعا ده مش موجود هنا لان هي اصلا كلها على بعض 15 راوند، والراوندات هنحدد جوه هي بتتحسب ازاي وبتمشي ازاي. Welcome to Liberty Falls. Population. طب يا شباب احنا رجعنا خلاص زي ما انتم شايفين. طبعا ده ايه الجيم كده بدا. حضرتك لازم نبدا حاطط سوبريسور على السلاح عشان خاطر السالفج، الحاجات اللي طالعه من الزومبي. هو السالفج دي اسمها سالفج. ما انا وطيت ايه؟ طبعا حاول ان انت ايه تجيب اكبر عدد ممكن من الكريتيكال شوتس بتاعتك، تمام. واللي احنا بنعمله بقى هنا، شايفين النجوم اللي ظاهره لكم دي، انت حضرتك جمع اسنس عادي جدا عشان خاطر تفتح الحاجات دي. كده كده انت معمول لك كاب زي ما انتم شايفين فوق اهو، راوند 3، يعني احنا هنفضل كده لحد راوند 3 ما تخلص، نفضل نعيد بقى، خش راوند 3 نفضل نعيد. احنا كده في 2. نيجي بقى هنا، فتحنا اول باب، نيجي هنا يا شباب تفتح تاني باب، مطلوب 1750، نعمل كام كيل يعني كده. زي ما انتوا شايفين يا شباب انا لسه كل ده برضو في راوند 3. Double coin.
كاب كده معمول لنا دلوقتي الليفل 7 زي ما انتم شايفين يا رجاله. كده يا شباب انا رايح اهو على مكان النجمه دي اللي قلنا عليها عشان خاطر نعمل ايه، نعمل انلوك، نفتح المنطقه دي. تمام انا كده هنا اهو. تمام نقعد بقى نقتل شويه، احنا كده كده هنوصل لحد 7 وهنقف. انا عايز افتح ده عشان اقدر اعمل باك بانش. نفتح بقى هنا جوه، احنا كده راوند 6. خش هنا اهو، كده الكاب هيبقى على 9. احنا عايزين بس كده الكاب بقى 11، احنا عايزين بقى نوصل ل 11 دي ليه؟ اوريكم دلوقتي هنعمل ايه ان شاء الله. ناخد بقى شباب الواير ده هنا زي ما انتم شايفين عشان نبقى عند الثلاجه زي ما انتم شايفين هي موجوده، اللي هي اصلا في العادي بتسبون في ويف 25، موجوده عندنا هنا من ايه؟ من الاول خالص. نقعد بقى نجمعهم كده حوالينا نخلع. محتاجين كام؟ ايه بنجمع برضو الاسنس دي اهي السلفج اهي، عمالين بنجمعها. خليهم كده يبقوا مرصوصين ورا بعض يا رجاله. نروح هناك بقى كده ايه، جمعنا ال 5000 اسنز بتوعنا، نعم باك بانش. كل اللي انت محتاجه هنا شباب في الاستراتيجي دي، خصوصا لو انت بتلفل وعايز تفتح جولد، كل اللي انت محتاجه حضرتك باك بانش 1، انت مش محتاج اي حاجه تاني. طبعا ما اوعى اوعى تدوس هنا، اوعى. احنا عايزين نفضل على ويف كام؟ عايزين نفضل على ويف. انا كده محتاج ايه؟ فكرت ده ده اللي بينفجر يا جدعان، السنايبر ده لما بتعمل باك بانش بينفجر. ماشي لما بتوصل ويف 11 في مانجلر بيطلع لك كل مره من الباب ده، كل مره. طبعا انا باخد دامج ليه؟ لان السلاح بيضرب انفجار، السلاح بيضرب انفجارات زي ما انتم شايفين كده، والانفجارات دي بتأثر فيك لو معكش بي اتش دي اللي هي البيرك اللي لونها بنفسجي. يا شباب هي البيرك دي لازم تبقى معانا، طبعا لازم نحطها أول حاجة قبل أي حاجة، لأن أنا باخد دامج بالبيرك دي، مش هتاخد دامج نهائي. تمام كده، بس هنفضل كده لحد ما هنخش ويف كام؟ لحد ان شاء الله ما هنخش ويف 11، وهتفضل تتعاد، تفضل تتعاد تتعاد تتعاد، كل شويه تتعاد على 11. بس فهي الموضوع يا شباب سهل، عندك هنا المكان ده اللي بتقدر تحط منه الامينيشن بتاعتك، تقدر تعمل ابجريد لل اسمه ده للسلاح الريرتي بتاعته. طبعا احنا لسه مش كومن، حتى السلاح لسه ابيض، الاخضر ان كومن، بعد كده الكريتيكال بتبقى صعبه جدا بالسلاح ده لما بتعمله باك بانش. فنصيحه السلاح ده بالذات ما تعملوش باك بانش، انا نسيته وعملت له باك بانش. نخش بقى هنا اهو ب 1500، دي ب 4000، الليجندري طبعا بكام هنا؟ ب 9000. هنخليها 1500 عشان ده لو اول مره، طبعا انت عشان ايه انت بتجمع واحده واحده واحده، فهو بيقن كده لما انت من رير عايز توصل للليجندري على طول تجمع 7500 وهكذا. ادي اول مانجلر جالنا يا شباب زي ما انتم شايفين. كل راوند هيفضل يسبون الناس بقى اللي بتفتح، الناس اللي بتفتح الاوبل مطلوب منك 30 مانجلر، يعني انت هتفضل واقف هنا 30 مره بس، والراوند اصلا بتخلص بسرعه لان كل الزومبي، عدد الزومبي اللي موجود حوالي 30 زومبي او اكتر، حاجه زي كده يعني، عدد عبيط خالص يعني. تمام البركات بتاعت سعادتك تاخدها عشان بقى في فرق طبعا في الريلود وفي الموفمنت وفي كل حاجه. حضرتك بقى لو عايز تخش، انت دلوقتي بتفتح النيبلا، طبعا انتوا عارفين النيبلا مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك ان انت تموت 10 اليت. الاليت بقى مطلوب منك حضرتك ان انت تخلص توصل لحد ويف 15، هتمشي طبعا مع النجمه دي انتر اكت وتكمل اللي هي طالباه منك لحد ما توصل ويف 15. هيبقى في كل مرة في إليت بيسبون اهو زي ما انتم شايفين، بيكون يا إما مانجلر زي اللي انتم شايفينه ده،
يا اما بيكون ابومينيشن. فانت حضرتك انت ومزاجك، ده هيتحسب وده هيتحسب، شوف انت حابب ايه عشان خاطر تحسب. لكن هو بيكون طالب منك على كل سلاح 10. يفضل يجي لك صوت انذار كده، معناه ان الويف هتبدا. طب يا شباب، ده كده كان بمنتهى البساطه الشرح بتاع ان انت ازاي تخلص وتستفيد بالاستراتيجي دي اطول وقت ممكن، علشان خاطر الله اعلم هم ممكن ينرفوها او يوقفوا حوار الكاموز او الحاجات دي فيها. فحاولوا ان انتوا تستفيدوا باقصى حاجه ممكنه في خلال الفتره دي. الموضوع لذيذ جدا والموضوع بقى سهل جدا، فاستفيدوا بالموضوع ده يا شباب، وحاولوا ان انتوا تخلصوها في اسرع وقت ممكن، لان الكامو يستاهل، وفي نفس الوقت هيبقى اتشيفمنت انت عملته. ده كده بمنتهى الاختصار يا شباب، اتمنى اكون فدتكم، وانتظروني الفيديوهات جايه ان شاء الله. هنشوف كذا حاجه ليها علاقه برده بالزومبي، وهنشوف الموضوع بتاع وور زون الكاموز بتاعته، وهنشوف هنظبط الدنيا ازاي في كل الحاجات دي. اتمنى مشاهده ممتعه ليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.